يا السادة، وقد شرفنا بحضور سيادة اللواء فتح الله الشويلي مساعد وزير الداخلية الذي قد حضر لأداء الواجب من الأسرة الكريمة. يا السادة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يا السادة، عود الكريم الطيب المبارك إلى ساحة القرآن، فيطيب لنا أن نعيش في لحاج هذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ العلم وطن العلم والقارئ وطن القارئ رحمة الله على والده، فضيلة القارئ العلم الدكتور أنور الشحات محمد أنور، القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والذي نزل في سماء قراء مصر بقارئ العالم الأول، الذي سوف يتلو عليها آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني ثم
يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج اللهم شمس
العصر كله. صل على الحبيب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلالا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة أبوك فيه بسم الله لأبوك عاوزين نسمع ورحمة أبوك فيه بسم الله لأبوك اسمع ما تبخلش بحاجة معاك للصبح هنا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم الفاتحة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي
جنتي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي كانت مسك الختام، تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور أنور الشحات محمد أنور، القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وسفير قراء مصر للعلم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة. أذيعت هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده والمقيم بالعوسجة مركز إفيا، مخازن الفراشة والإنارة لصاحبها الحاج محمود خضر، إدارة المهندس تامر محمود بالمنبر. الشكر موصول لمن قام بواجب الضيافة، إدارة المتر محمود أبو صابر والمقيم بالظهرية مركز مدينة التل الكبير. والشكر موصول للسادة هندسة التصوير المهندس صلاح جاهين والمهندس عبدالله الأشقر. يا سادة أسرة الراحل الكريم وأجيال الراحل الأكرمين سيادة اللواء أحمد عبد الرحمن العزازي وسيادة المحاسب أكرم عبد الرحمن العزازي وسيادة المهندس أمجد عبد الرحمن العزازي وسيادة العقيد أشرف العزازي، كما تتقدم أسرة الراحل الكريم أبناء العموم الأستاذ مجد العزازي وسيادة اللواء مصطفى العزازي وسيادة اللواء محسن العزازي والمهندس خالد العزازي وسيادة المحاسب طارق العزازي. والشكر موصول للإعلامي القدير الدكتور محمود حلم العزازي، شاكرا لسيادة العقيد ماجد سعد العزازي، كما تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر إلى سيادة اللواء علي بك العزازي مدير أمن محافظة الإسماعيلية وسيادة اللواء فخر العزازي. أيها السادة أسرة الراحل الكريم عائلة آل العزازي جميعا يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وإلى هنا يتوقف إرسالنا من هذا المكان، أستودعكم عناية الرحمن ولكم خالص تحياتي محدثكم أحمد عبد الرحمن أبو حدوة. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.